السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في القناة يونس وأشواق. أريد أن أشكر، أولا أريد أن أشكر الشكر الجزيل للمتتبعين الأوفياء بحضورهم القوي على قناتنا يونس وأشواق، وأتمنى من المشاهد الذي يرى أول مرة قناتنا أن يضغط على السبسكرايب أو الاشتراك، ويضغط على الجرس لكي يصله كل ما هو جديد. اليوم إخواني درسنا الجديد هو كيفية تحويل النت أو شبكة اتصال أو الداتا من الهاتف إلى الكمبيوتر. طريقة سهلة جدا، فقط يجب عليك التركيز ومشاهدة الفيديو من الأول حتى الأخير. درسنا اليوم هو يعني بسيط جدا إخواني أخواتي. وقبل أن أبدأ، يعني هناك مشكل، هناك كثير من الأخوان يعني يعانون من المشكل في الكمبيوتر، أنه لم يتلقى الواي فاي، عبر الحاسوب يعني هناك مشكل داخل نتورك أدابتر. يعني هذا الدرس سيكون درسنا المقبل إن شاء الله، وهذه الطريقة ستمكنك من تشغيل النت عبر الكمبيوتر الخاص بك من الهاتف فقط بالكابل USB. إن شاء الله أتمنى أن يكون الدرس يعني تستفيدون منه، وسأعطيكم طريقة. مرحبا بكم من جديد في الدرس اللي تكلمت لكم عليه. دابا غنبدا بالطريقه، طريقه سهله، كنحتاجو غير الهاتف ومع الكابل USB واللابتوب او الحاسوب اللي عندك في الدار. يعني طريقه سهله جدا، كيف ما كتشاهدون ليست عندي اشارات الواي فاي، لانه عندي مشكل داخل النيتورك ادابتر. يعني ما بغيتش دابا ندير طريقه، خليها الطريقه غادي تكون هي عندنا في الدرس المقبل ان شاء الله. الطريقه ديال تحويل الداتا او شبكه اتصال او النت من الهاتف للكمبيوتر طريقه بسيطه. غير اخوتي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. طريقة كاين بزاف، الانسان كيبغي يحول الداتا ديالو اللي كاين او النت اللي كاين عنده في الهاتف، الا كان داير شي عرض ديال الكونيكسيون او النت، العرض في كارت سيم تاعو، وبغي يخدمها على عبر الكمبيوتر، والكمبيوتر عنده مشكل انه ما كيتمش الاتصال بالواي فاي. انا عندي لك الحل. الطريقه هي كالتالي: كتاخذ الكابل USB، خليكم معايا نريق الكاميرا شويه، كتفيكسي هنا في الكمبيوتر، وهذا كيتصل مع الهاتف مزيان. دابا كندخلوا الاعدادات ديال الهاتف، اما غادي ندخلوا من هنا من الفوق، او كندخلوا لداخل. انا جبتهم، هو عندي هنايا ديال الاعدادات، كندخل سيتينغ، يعني غيبان لي على الطريقه هذه. نضغطوا على موبايل نيتورك، وبعدها غادي تضغط على هذه، هي غادي نضغطوا على هذه. من بعد كتضغط على USB، كتشغلوا من الاوف للاون مباشره. غادي يعطيني هنا في الحاسوب، او خاص طلع لي واحد بحال الشاشه، هي باقا ما طلعت. يعني غادي يطلع واحد شويه كيف ما كتلاحظوا، هي طلعت، يعني كاينه الشبكه داخل الكمبيوتر نتاعي. مثلا هذا هو جوجل،
باش نزيد نأكد لكم دخلوا الموقع اي موقع كرة مثلا، يعني كتولي كتصبح الشبكة اتصال قوية وبسرعة، يعني بسرعة كتخدم كيف ما كتلاحظوا امامكم. اهو يعني بامكانك ديك الساعة تدخل اي موقع بغيتي، سواء كان يوتيوب سواء كان كتخدم بسرعة. المهم اخواني غادي نكون وصلنا لنهاية الحلقة ان شاء الله، وانتظرونا في حلقة جديدة ان شاء الله ان شاء الله في الاسبوع المقبل ان شاء الله. تحياتي، وما تنساوش ديروا الاشتراك وتفعلوا الجرس، تفعلوا ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. تحياتي.